السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. اللهم إن أبناءنا من التلاميذ والتلميذات الآن يجتازون امتحان البكالوريا في هذه الظروف الصعبة في زمن الكورونا. يا رب يا كريم وفقهم في دراستهم وفي امتحاناتهم. اللهم ارزقهم الصواب وفصل الخطاب، واجعل كل عسير عليهم سهل يسير، وألهمهم الإجابة الصحيحة. اللهم حضر ما في أفكارهم وفي أذهاني من حفظهم، حضره لهم ساعة الامتحان، واجعل طاقم المراقبة وطاقم التصحيح بهم رحماء كرماء، واجعل أبناءنا وبناتنا جميعا ناجحين بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اصلح أحياءنا، اللهم اصلح أحياءنا، اللهم بارك في أحيائنا وارحم أمواتنا، اللهم ارحم أمواتنا أجمعين. اللهم يا رب يا كريم إنهم الآن في قبورهم يفترشون التراب ويتغطون بالتراب، ويعلمون أن لهم رب اسمه الرحمن الرحيم الكريم اللطيف بالعباد. اللهم تقبلهم عندك ضيوفا مكرمين منعمين. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، واسقهم يا مولانا شربة ماء من حوض النبي لا يضمؤون بعدها أبدا، واجعلهم يا كريم من القبور إلى القصور، واجعلهم ممن تتلقاهم الملائكة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اللهم ألحقنا بهم مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين، واجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى بجوار خير الكائنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته المكرمين من الأنصار والمهاجرين، مع الذين أنعمت الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وإلى حلقة الغد بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم، يا الله يا الله يا الله. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نسألك اللهم يا رب العالمين أن تتقبلنا في عبادك الصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما صنعنا، ونبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله يا الله يا الله، يا حنان يا منان، يا قديم الإحسان، يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم يا رب العالمين أن تملأ قلوبنا جميعا بالإيمان. اللهم املأ قلوبنا بالإيمان، اللهم املأ صدورنا باليقين. يا رب املأ صدورنا باليقين، اللهم واملأ وجوهنا بالنور. يا رب املأ وجوهنا بالنور، واملأ عقولنا بالحكمة. يا رب املأ عقولنا بالحكمة، اللهم املأ أبداننا بالحياء. يا رب املأ وزين أبداننا بالحياء، واجعل القرآن العظيم شعارنا، والسنة النبوية المطهرة طريقنا. يا الله يا الله يا الله، نسألك اللهم أن ترفع عنا هذا البلاء. يا رب إنا تبنا إليك، يا رب إنا تبنا إليك، واستغفرناك يا رحمن على ما صدر منا من ذنوب وخطايا. يا حنان يا منان يا عظيم الشان، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نتضرع إليك، نسألك يا مولانا أن ترفع عنا هذا البلاء وتحفظنا من كل وباء. يا رحمن يا رحيم، اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا.
اللهم إنا نعوذ بعزتك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، نعوذ بك أن تضلنا، ونعوذ بك يا رب العالمين أن نتعرض للبلاء. اللهم ارفع عنا كل بلاء يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، يا من يسمع دبيب النمل على الصفا يا الله، يا من يحصي وقع الطير في الهوى يا الله، يا من يعلم ما في القلب والكلى يا الله، يا من يعطي العبد على ما نوى يا الله. اللهم يا فالق الحب والنوى اعطي لكل منا ما نوى، يا فالق الحب والنوى اعطي لكل منا ما نوى وفوق ما نوى. اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة، وأعدنا من موجبات الندامة يوم القيامة، واختم بالسحادة آجالنا وبالزيادة آمالنا، وقرن بالعافية غدونا وأصالنا، واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومرجعنا، وصب سجال عفوك على ذنوبنا، واجعل التقوى زادنا، وفي دينك اجتهادنا، وعليك توكلنا واعتمادنا يا الله يا الله. يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعماء، يا باسط الرزق، يا كثير الخيرات، يا واسع العطاء، يا دافع البلاء، يا سامع الدعاء يا الله يا الله. ألطف بنا وبعبادك أجمعين، اللهم ألطف بنا في تيسير كل أمر عسير، اللهم ألطف بنا في تيسير كل أمر عسير، فإن تيسير العسير عليك يسير يا الله يا الله يا الله. اللهم يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، أنت القادر على كل شيء، فاغفر لنا كل شيء، وارحمنا برحمتك الواسعة التي رحمت بها كل شيء، يا حنان يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا قابل التوب، يا واسع المغفرة، يا من كتب على نفسه الرحمة، يا من كتب على نفسه الرحمة، ارحمنا يا رب، ارحمنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، وارحمنا يوم العرض، يا الله يا الله، يا ذا الرحمة الواسعة، يا ذا الفضل والنعم، يا ذا القوة المتين، يا من عنده مفاتيح الغيب، يا من لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، يا من يعلم السر وأخفى ويعلم ما تكتمون، يا من له مقاليد السماوات والأرض وهو السميع العليم، يا من له الأسماء الحسنى، يا من له الحمد في الأولى والآخرة وإليه ترجعون. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى أن تشافي منا كل مريض وكل سقيم. اللهم إن بعبادك من الأمراض والأسقام والعلل ما أنت به عليم، شافنا وشافي مرضى المسلمين أجمعين. اللهم شافنا من الأمراض البدنية والأمراض الروحية والأمراض النفسية. اللهم جبر كسرنا، اللهم قوي شكيمتنا، اللهم ارزقنا المدد من عندك، المدد المدد يا الله، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. اللهم يا غني يا جواد يا كريم، إن بعبادك من الفقر والحاجة ما أنت به عليم. اللهم ارزقنا وإياهم جميعا رزقا واسعا، رزقا حلالا، رزقا طيبا. اللهم باعد بيننا وبين القرش الحرام، اللهم اجعل بيننا وبين القرش الحرام حجابا مستورا. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا، يا رب ارزقنا رزقا واسعا، رزقا كثيرا، يا رزاق يا رزاق يا رزاق. اللهم اقض الدين عن المدينين، يا رب اقض الدين عن المدينين، يا رب اقض الدين عن المدينين. اللهم فرج همومنا وهموم المسلمين، يا حنان يا منان يا عظيم الشام. اللهم إن أبناءنا من التلاميذ والتلميذات الآن يجتازون امتحان البكالوريا في هذه الظروف الصعبة في زمن الكورونا، يا رب يا كريم وفقهم في دراستهم وفي امتحاناتهم. اللهم ارزقهم الصواب وفصل الخطاب، واجعل كل عسير عليهم سهل يسير، وألهمهم الإجابة الصحيحة. اللهم حضر ما في أفكارهم وفي أذهانهم من حفظهم، حضره لهم ساعة الامتحان، واجعل طاقم المراقبة وطاقم التصحيح بهم رحماء كرماء،
واجعل أبناءنا وبناتنا جميعا ناجحين بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اصلح أحياءنا، اللهم اصلح أحياءنا، اللهم بارك في أحيائنا وارحم أمواتنا، اللهم ارحم أمواتنا أجمعين. اللهم يا رب يا كريم، إنهم الآن في قبورهم يفترشون التراب ويتغطون بالتراب ويعلمون أن لهم رب اسمه الرحمن الرحيم الكريم اللطيف بالعباد. اللهم تقبلهم عندك ضيوفا مكرمين منعمين. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، واسقهم يا مولانا شربة ماء من حوض النبي لا يضمؤون بعدها أبدا. واجعلهم يا كريم من القبور إلى القصور، واجعلهم ممن تتلقاهم الملائكة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اللهم ألحقنا بهم مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين، واجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى بجوار خير الكائنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته المكرمين من الأنصار والمهاجرين، مع الذين أنعمت الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وإلى حلقة الغد بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.